صباح مستمر بهذه الفقرة. رح نتناول موضوع مسرحية أندلفت يصعد إلى السماء لريمو جبارة إخراج رفعت طرباي على مسرح منو. هذه المسرحية رح تنعرض من 30 ل 7 نيسان. لنحكي أكثر عن الموضوع، عن تفاصيله، عن الممثلين وشو الهدف من عرض هذه المسرحية. بيسرني استضيف الممثلة يارا زخور. يارا يسعد صباحك. صباح الخير، كيفك اليوم؟ الحمد لله. يارا، عرض مسرحي من نوع الكوميديا السوداء. صح. إذا بنبلش دغري بالمسرحية. تفاصيلها معك أنت، شو عم بيصير بأندلفت يصعد إلى السماء؟ هيدي المسرحية هي بإطار مشروع اسمه 4 لريمو. أوكي. المبادرة الشخصية إجت من أستاذ جابرييل يامين، طرحها على مسرح المونو، ومديرة المسرح والمنتجة جوزان بولوس هي تولت هيدا المهمة انه تنتج هيدا المشروع كامل. المشروع بيتضمن 4 مسرحيات لأستاذ ريمو جبارة، بلش عرضهم بشباط، كل مسرحية على 8 عروض، وكان في لكل وحدة مخرج معين. يعني بلش استاذ جابرييل يمين، بيرجع جوليا قصار، بعدين انطوان اشقر، وهلا نحن مع استاذ رفعت طرباي. المسرحيه قصتها مختلفه عن اللي سبقوها. هي بتعني اكثر الممثلين والمجال الفني، من مخرجين لمنتجين لممثلين. بتحكي حكاية فانسان ومنصور، هن شابين صغار عندهم حلم انه يصيروا ممثلين كتير مشهورين. بيلعب دورهم توني فرح ووسام بتديني، وفي ساكن حدهم الاندلفت بيلعب دوره محمد حجاج. بقى تيحققوا حلمهم، لانهم بيتعرفوا على جارتهم كمان لوسيا يلي انا بلعب دورها، بيقرروا انه يفوتوا الاندلفت معهم بالخبصه كرمال يربحوا قلبها للوسيا. بس الامور بتتدهور وبنشوف بالاخر نهايه هيك مثل ما معودنا ريمو جبارة، نهايه بتقرص شوي. يعني هي مش متوقعة لكل المشاهدين، لأنه دايما المشاهد وقتها بيكون في مثل لاف ستوري أو الإعجاب أو الحب، بيدخل يارا بمطرح من المطارح، بنصير كلنا باتجاه الفينالي يكون صح. سعيد صح. فمع ريمو جبارة لا، هو الهدف أنه أنا بقسى عليكم بمطرح من المطارح كرمال توعوا على موضوع معين. يمكن هون هو الموضوع انه هدول الشابين عم يستغلوا شخص ثالث ليوصلوا لشهرة. وكمان هي فيها فكرة الانسان لما بيكون جلاد بيصير ضحية بنفس الوقت، والعكس صحيح. وريمو جبارة الموضوع المشترك بكل مسرحياته هو ذل الانسان على مراحل، على مراحل وعلى كذا نطاق. بقى نحن منشوف انه هن كانوا الجلادين بمحل، بس كمان هن الضحية، ونفس الشيء الاندلفت، ونفس الشيء لوسيا حتى. يعني الشخصية اللي بيلعبها حتى انه هي، يعني مع انه هي شخصية بسيطة كتير، منا كتير فتحة، مسحوقة ثلاث ارباع الوقت من بيا سابقا ومن هلأ منصور وفانسان، بس كمان هي كان لها تأثير على أنه غيرت لهم مسيرة مخططهم. المخطط مش كتير حلو يلي هن رسمينه. رح عيط لك لوسيا قبل ما نتابع، خلينا نتوقف مع فيديو أكيد. شورت فيديو عن المسرحية ومنتابع. أكيد. لوسيا يعني الضوء، يعني النور. هيدي الشخصية بهاي المسرحية عن جد هي بمحل نور، يمكن بمحل نقمة ما بنعرف. شخصية كتير غريبة وكتير حلوة وكتير مركبة، وأول مرة عم بلعب هيك دور. كوميدي بحت، وبنفس الوقت كتير فيهم مفاجآت. المسرحية هيك بشكل عام بنعرف نحن إنه كتابات ريمو كوميديا سوداء، فيه من العبث كتير، بس بهالمسرحية كل كلمة، وهيك ريمو بيكتب كل كلمة في وراها أسطر وأسطر وأسطر. نحن هذا الشيء اللي عم نجرب نعمله، إنه نفرجي عمق ريمو، نفرجي عمق النص، ونفرجي هضامة النص وذكاء الكتابة. والتمارين عم بيكونوا كتير حلوين وكتير عم نتسلى،
وعن جد هي بتسلي المسرحية، حتيجوا تفقعوا من الضحك وبنفس الوقت حتقولوا اف شو حضرنا. فيلا تعالوا. يعني يارا رح تفقعوا من الضحك على قد ما هي فيها مشاهد كوميدية بين منصور وفنسان ولوسيا، بس هي كمان مثل هيك صفعة. ايه لا يلي عم بيحضروا. بلشنا نهار السبت كان الافتتاح، وصراحة ما كنا متوقعين ردة فعل الجمهور، يعني بكذا محل كتير تفاعلوا معنا، ضحكوا، حتى في منهم تفاجئوا بمحلات لأنه النص فيه جمل هيك لازعة. بقى ايه يمكن ما يفقعوا من الضحك مثل ما نحن متوقعين، بس على الاكيد انه في مشاهد كثير فكاهيه لحتى نوصل بالاخر هيك بنشوف انه صار في شيء غريب. صح. يعني يارا الاندلفت هو يلي عم بياخذ الشخصيه الرئيسيه بقلب المسرحيه. لا. مع انه الاربعه هن اساسيه. هو الاساسيه اذا بدنا نحكي كعدد مشاهد هن منصور وفنسان، يعني الشخصيتين الشابين اكثر شيء بنشوفهم بس كل شخصيه نحن الاربعه يعني الشخصيات لها تأثير وبلاها ما بتمشي المسرحية طبعا. يعني الاندلفت هو عادة اللي بيخدم مع الخوري بالكنيسة، وهيدا الاندلفت تحديدا عنده حلم انه يصير خوري، بس الخوري قامعه كمان يعني معيشه الزل. وبما انه هن ممثلين بيعطوه الفرصة انه هو يصير خوري لفترة معينة، بيلبسوا تياب الخوري وبيخلوه هو يعمل الجناز تبع بيا للوسيا، يعني هون كمان الكوميدي بهول المحلات كمان هيك بتزيد شيء كتير حلو على يعني المسرحية. هون هو عم بيخلوه يحقق حلمه من انه يصير خوري. هن شو الحلم يلي كانوا عم يحققوه بهيدي هن حلمهم يصيروا ممثلين كتير كبار ومشهورين ويصير معهم مصاري ويتعاقدوا مع كل المخرجين والمنتجين المهمين بالعالم وبيصدقوا حالهم بمحل بيصدقوا حالهم. ولوسيا شو اللي خليهم يوقعوا بحبها؟ شو فيها مميزات مع انك وصفتي لنا اياها انها بنت بسيطة مقموعة كمان بمطرح بالمطارح؟ هي ما فيها شيء إذا بدنا نحكي شيء مميز غير عن غيرها، بس هن مسيرتهم مع النسوان ما كتير ناجحة، يعني جربوا يتجوزوا وما قدروا جابوا أولاد بقى واختفوا عن النسوان، بس رجعوا شافوا مرة تحمسوا. فهيدي الاحداث يلي صارت عم بتحقق سلسله من التطورات الكارثيه مثل ما قلتي، يعني عم تتدهور القصص من بدل ما تترتب. صح. بدل ما تترتب. هل منصور وفنسان هيك بيتعلموا درس بالنهايه وبيرجعوا بيركزوا، ولا بنشوفهم انه لا بعدهم مش رح كثير احكي لحتى اذا حدا حب يجي يحضر المسرحيه ما ضيع له السربريز. بس بحسوا بمحل انه هن عملوا شيء غلط اكيد. في هيك وعية ضمير. المكان والزمان يلي عم تدور احداث هيدي المسرحية اذا بدنا نحكي استاذ ريمو منه محدد ابدا، لانه هو بالنسبة له هيدي مسرحية مفتوحة، يعني فينا نلعبها هلا ونحس انه هلا عم بتصير، ونلعبت هي انكتبت ب 78 او 77 وانعرضت بالسنة ذاتها وكانت اب تو ديت بوقتها. بقى هلا كمان نحن بس رجعنا قرينا النص قلنا اف معقول يعني كتب من هالقد زمان وبعدنا لهلا نحن كممثلين وفنانين بنحس انه هيدا النص عم هالقد قريب من الواقع يلي عم نعيشه نحن اليوم. بشو؟ بمشاكل الممثلين يلي بيواجهوها، بتفكير المنتجين يلي بينقوا نوع معين من الممثلين او الاشخاص ليمثلوا، من الحياة كيف صارت كيف ماشية وكيف صارت مبنية على الذل، يعني الناس تستغل بعضها، عن الطبقية، عن السياسة اللي مش اخذة المنحة الصح، عن الناس الاستغلاليين، عن الأشخاص الضعاف وما بيعبروا عن حقهم، يعني عن جد فيها كثير معاني هذه المسرحية. يعني أكثر من 40 سنة مكتوبة هذه المسرحية، مثل ما حضرتك قلتي عم ترجع تجسد الواقع، مش لأن الزمن متغير، لأنه الإنسان بيضل لأن الإنسان هو إنسان، الإنسان بيحمل بطبعه أطباع
يعني صح. بطبعه فيكون كريم، فيكون خجول، فيكون غيور، فيكون طامح وراء الشهرة وبده يوصل بأي طريقة وتحت أي هلا يلي بيميز يعني. شخصيات هيدي المسرحية كمان هن مش بس انه هن يعني اللي بيخلي الجمهور يتعاطف معهم انه هن فعلا صادقين بمشاعرهم، بس ما عندهم المعرفة والخبرة الكافية. يعني مش هن استغلوا بعضهم مش عن قصد، استغلوا بعضهم عن بساطة عن سذاجة إذا بديك. فهون كمان القوة بالكتابة أنه يفرجيك أنه أنت تقدر تتعاطف مع هالشخصية بس نفس الوقت تعرف أنه عملت شيء غلط وتشوف وين. يعني مثل شيكسبير لما بتراجيديا، لما البطل التراجيدي آخر شيء بيموت، بس أنت بتكون خلال كل العرض أنت متعاطفة معه وفهمانة وضعه. يصعد إلى السماء ليش؟ كمان ما في يقول يعني مش عن أي أنا يدعي ربنا لفوق يعني فيها هيك فلي فيها فلي في رح نترك مثل ما قلتي للمشاهدين صح. هن يروحوا ويحضروا ويستمتعوا بهيدا العرض الأكثر من رائع يلي 30 أدار بلش مستمر لغاية 7 نيسان على مسرح منو. كيف التوقيت تبع عرض المسرحية؟ 8:30 عشية لبطاقات اللي بحب بمكتبة أنطوان وبالمسرح. في رقم على الانستغرام وعلى جوجل يلي ما عنده انستغرام كمان في يتواصل مع المسرح ويحجز. يارا هيدا العرض الرابع على ريمون جبارة ولا بعد في مسرحية؟ لا هيدا الرابع والأخير صح. كيف كانت التجربة ككل؟ شاركتي بأعمال سبقت بثلاث أعمال اللي سبقت؟ لا شاركت بس بهيدا، كلنا شاركنا بس بوحدة يعني كل الممثلين لأنه كان عارفة لصعوبة التمرين والأوقات يعني ما فيك تلتزمي بكذا مسرحية عم بيصيروا ورا بعضهم يعني فترة قريبة فترة كتير قريبة وبس 8 عروض. التجربة كانت مميزة كتير يعني نحنا جيلنا يلي ما عرفناه لريمون جبارة أنا لحقته على الآخر. بتحس إنه عندك مسؤولية إنك تفرجي نصوصه بطريقة دقيقة وكتير عميقة، خاصة إنه اللي لعبوا أدوارنا هن من كبار المسرحيين بلبنان والمخرج هو من كبار الممثلين بلبنان يعني اللي هو أستاذ رفعت. توني فرح عم بيلعب دور لعبه كميل سلامة، وسام تديني عم بيلعب دور لعبه منير معاصري، محمد حجاج عم بيلعب دور رفعت طرباي وكمان أستاذ ريمون لعب هيدا الدور، وأنا عم بلعب دور لعبته رضا خوري. بنوجه تحية كمان لمساعدة المخرج أنطوانيت الحلو كمان يلي عم تحط كل خبرته وكل مجهودة إلى جانب طبعا المخرج. واضطرينا كمان لظروف صحية وغير صحية إنه نكون عم نتمرن مع أنطوانيت، بقى شالت الحمل بطريقة فظيعة. مثل ما قلتي دايما بيكون في هيك تحديات وصعوبة أكثر وقتها بتكوني ملتزمة بوقت ضيق. يارا أنت بلشتي مسيرتك التمثيلية من وقت وقدرت حجزت لك هيك مطرح على الساحة، خبرينا أكثر عن هيدي التجربة وشو الصعوبات يلي بيعاني منها الممثل اللبناني بهيدي الظروف. أنا صار لي تقريبا 10 سنين بمجال التمثيل بالمسرح والسينما والتلفزيون، والحمد لله يعني من وراء الشغل الدؤوب مثل ما بيقولوا حصدت كذا جايزة. مؤخرا كنت بالأردن لفيلم قصير لنادين الصايغ، ربح جائزة الجمهور بالأردن، وقبلها بنيويورك ربحت جائزة أفضل ممثلة عن فيلم 12 فيلم طويل، وهلأ في تورنيه كتير كبيرة للفيلم، انعرض كمان بباريس كان عنده أوبنينج بفستيفال السينما اللبنانية بباريس، وكمان ربحت أفضل ممثلة هون بلبنان عن هيدا الفيلم عن 12. وبالمسرح ربحانة جوائز كتير بالفستيفال اللبناني. المسيرة منا يعني منا طويلة أبدا يعني 10 سنين. شو اللي خلى الممثل يوصل يحصد جوائز كبيرة بفترة قليلة؟ يعني على شو بده يشتغل أكثر شيء؟ هي في 3 أشياء أساسية، أول شيء الشغف، تاني شي الشغل كتير لأنه الموهبة لحالها ما بتكفي، إذا ما نميتيها ما بتوصلي، وتالت شي الإيمان، الإيمان بحالك والإيمان بربنا وبالحياة.
انه اذا انت بتشتغلي بتفتح الدنيا بوجهك، فالحمد لله. مثل ما بيقولوا الحركه دائما فيها بركه، بس واحد هيك يقعد وينطر الفرص لتجي لعنده هون يمكن بتتسكر شوي. صح. مؤخرا احتفل العالم مبدئيا ب 27 اذار هو يوم العالمي للمسرح، فشو أهمية هيدا النهار للمسرحيين وللمسرح برغم من كل الظروف؟ بعدنا عم نشوف بلبنان حركة على المسارح. صح، والحركة كبيرة وحلوة وناشطة جدا. الأهمية هي أنه نذكر كل الناس ونتذكر نحن إذا شي نهار نسينا أو خطفتنا الأضواء نتذكر أنه المسرح هو حاجة للمجتمع، مش بس لوكس، يعني مش بس ترفيه. المسرح هو حاجة والفن هو حاجة، وهو منبر كتير كبير وسلاح كتير كبير بإيدنا وسلاح آمن لنحنا نعبر عن كل شيء فينا نعبر عنه، كرمال نقدر نغير شوي وكرمال نقدر نضوي أكتر على أهمية الفن بلبنان وبالعالم. بطبيعة الحال صعوبات كتيرة عم تواجه هيدا الفن مثله مثل باقي الفنون بزمن في اجتياح لعالم التكنولوجيا للعالم الرقمي يعني. صح. فالصعوبة هون يمكن صارت دوبل، كل يوم عم بيطلع ممثل جديد، كل يوم عم تطلع موهبة جديدة. فيمكن لواحد يحافظ على مكانته مثل ما قلتي دايما بالمثابرة وعدم الاستسلام. صح، وكمان بدك تكوني ذكية تخلقي لحالك محل. يعني من سنتين عدون خوري وأنا عملنا مسرحية شي مثل الكذب اللي هي مبادرة شخصية بحت وإنتاج شخصي، هو الناس لموريس عواد، وعرضناها بالمسرح، أخذنا المسرح وعرضناها وكان معنا. هذا كان فيها جرأة يعني هذه الخطوة. صح، إشراف فني جورج الأسمر، وكانت عن جد نجاح كتير كبير. بقى هلأ نحن تشجعنا وعنا مسرحية تانية بأكتوبر هلأ يعني بشهر 10، وكمان جوزيان بولوس عم نشتغل معها، عم نتعامل معها كرمال نعمل مسرحية دوما. بقى يعني انت كمان بدي يكون عندك نتفة جرأة وتأمني بشغلك، انه شغلك في مستوى معين ما حتنزلي عنه، ولما الناس بتشوفك على كذا مرة بأعمال كمان بتكون ثقة، انه بتصير تعرف انه انا بحب هالشغل، بيقول لي شيء هيدا الشغل. بقى بتربي مع الوقت ناس وثقافة معينة يمكن ما لازم تغيب ابدا من اذهان الطلاب هني وبالمدارس وصولا للجامعة. صح. انه المسرح وبالمسرح في اهمية كتير كبيرة، في ثقافة، في رسالة. صح. من وراء كل مسرحية وكل شخصية عم تتجسد. يارا شو احلى دور لعبتي او شو الدور الاحب لقلبك؟ في بس انسأل هذا السؤال هيك بتلبك، بحس انه تفكري باكثر من مشهد. ايه، لانه كل دور بلعبه بحس انه زدت له شيء وزاد لي شيء يعني. وعلمني كثير اشياء، بتتعلمي من كل تجربه، لانه انا بقول المسرح والتمثيل هي مش بس يعني منا مهنه فقط، هي تجربه حياه مع الأشخاص اللي بتتعرفي عليهم، المحيط اللي بتكوني فيه، العلاقات اللي بتربيها، علاقتك مع الدور ومع الناس ومع الممثلين اللي حواليك، يعني علاقة متكاملة مترابطة يمكن ما بتتفكك. فكل دور له أهميته. شو صحة هيدا الخبر يارا أنه مفروض الدور ينتهي عند انتهاء المشهد، يعني ما بتضلي عايشة الحالة إذا فليتي إذا فليتي أو من التصوير؟ إيه طبعاً. ولا هون بيصير التمثيل، يعني الشخص يلي بيقول انه انا هيدي الشخصيه تعبتني وبقيت عايشه معي كل الشهر، لنعتبر انك عم تجسدي شخصيه فتاه معذبه بمطرح من المطارح. فقد ايه صحه هيدا الكلام انه لازم تنتهي مع انا برايي؟ هلا في كذا تكنيك للتمثيل، وكل واحد هو وشطارته بينقي من كل تكنيك الشيء اللي هو بيحب يعمله وبيرتاح فيه. بس ماستر التكنيكس اللي هو ستانيسلافسكي، كونستانتين ستانيسلافسكي الروسي، وهو اللي بلش يمنهج المسرح، الأداء الممثل، بلش يمنهج طريقة كيف بيدرس الممثل. بيقول وفي تشابتر كامل، يعني في فصل كامل عن هذا الشيء، في شيء اسمه دي رولينج. دي رولينج يعني أنت تظهري
من الدور. هيدي تكنيك كتير صعبة، ونحن في مسكونسبشن، يعني في مفهوم مغلوط عنا أنه إذا أنا عم مثل مسرحية لمدة 3 أشهر، 3 أشهر بتعذب وما بحكي مع حدا ولازم يعيطولي باسم الشخصية. لا، مش هيك بتصير. ومنسمع أخبار عن هوليوود وعن كمان ممثلين كتير كتير كبار وأسامي كتير كبيرة أمريكانية إتسترا، هن عندهم غير طريقة تفكير وغير نوع حياة يعني. ومش يعني إذا عملوا هيدا الشيء يعني هن منهم إكستريم، هن ربحانين أوسكارز ونحنا بدنا كتير لنوصلن كمان، بس ما نفهم طريقة هن كيف بيتمرنوا وبيشتغلوا بطريقة نحنا غلط، يعني ما نلقط الخيط من طرفه مثل ما بيقولوا، إنه نفصل عن العالم ونضل عايشين هيدي الشخصية لمدة أشهر وفقط لغير، مثل ما قلتي يمكن ظروف حياتهم وظروف الهدف تبعولهم أو كيف الدعم عم يوصلهم بيستدعي يمكن الانعزال لمدة معينة وعيش الدور لأبعد الحدود. حسب شو عم بيمثل كمان يعني، وحسب هو خياره. لأنه في عندك مثلا أنتوني هوبكنز يلي كمان أوسكار وينر وأخذ لقب سير، بيأدي بطريقة معينة وبيشتغل بتكنيك معينة يلي هي بتشبه كتير مثلا تكنيك هيث ليدجر أو دانيال داي لويس. بس هن هيث ليدجر ودانيال داي لويس أخذوا هالخط أنه أنا بتقمص الشخصية للآخر، ومن بعد الدورة بعمل ثيرابي ويعني بعمل علاج نفسي بيتعالج وبيرجع بيرتاح. يعني مش مزبوط أنه دايما لازم هالقد نتماهى مع الدور ونختفي ونصير أشخاص تانيين، فنكون ممثلين بارعين. يارا، يعني حضورك اليوم كان ملفت. الأخبار يلي خبرتينا إياها عن هيدي المسرحية يعني حفظتي على سكوب للدقائق الأخيرة. ما قدرنا أخذنا منك الأندينج. بدنا نوجه تحية لتوني فرح زميلك مثل ما قلتي، وويسام تديني، ومحمد حجاج، للمخرج رفعت طرباي، ومساعدة المخرج طبعا لك شكر كثير كبير. اهلا وسهلا فيكي. يعني مثل ما يقال رحل ريمون جبارة، انما اعماله بقيت معنا وبقيت خالدة من جيل لجيل. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك يا رب. مشاهدينا، مسرحية أندلفت يصعد إلى السماء لا ريمون جبارة موجودة، وبلشت تنعرض على مسرح مونو من 30 ل 7 نيسان، فكونوا كتار. أحلى صباح مستمر، إنما بعد